Good morning. Our lesson today is about geometric sequence. In the beginning, we must know what the meaning of sequence. We took it before. The sequence is function. الدومين بتاعها اتفقنا ان هو كان ايه؟ الدومين كان ذات positive والرينج بتاعها كان r. So كلمة sequence معناها function في z positive ده الدومين بتاعها والرينج بتاعها r. طيب what the meaning of geometric sequence؟ ايه بقى الفرق بين الجيومتريك واللي خدناه قبل كده؟ Let's see. Geometric sequence لو عندي مثلا حاجة زي كده 1 2 4 8 ها اللي بعد كده تفتكروا هيبقى ايه؟ It's a pattern ها اللي بعده ايه؟ 16 32 and so on. اوكي طيب هنا انا عملت ايه علشان اسميه جيومتريك سيكونس ويبقى مختلف عن الارثماتيك اللي خدناه قبل كده؟ في الارثماتيك كنا بنعمل كل ترم ماينس اللي قبله يدينا الدي، الدي اللي كنا بنسميها البيز بتاعه السيكونس. هنا انا هعمل كل ترم ديفايدد ذا ترم بيفور، وده بنسميه الكومن ريشيو. الكومن ريشيو يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما هعمل 2 ديفايدد 1 هيدينا 2. طيب 4 divided 2 equal 2. 8 divided 2 sorry 8 divided 4 برضو هيدينا 2. So ال 2 دي ratio ثابتة، كل مرة بنعمل multiply 2 يدينا الترم اللي بعده. يعني أنا أقدر بمنتهى البساطة أجيب الترم اللي بعد 32 يبقى 64. So معنى كده ان انا اقدر اجيب بقيه الترمز اوف ذا سيكونس. طيب من هنا فهمنا ان احنا سميناه جيومتريك سيكونس علشان في ريشيو ثابته بين كل ترم واللي قبله. يعني انا اقدر اقول ان لو تي ان بلس 1 ديفايدد تي ان ادانا كونستانت، بس ايه الكونستانت؟ ماست بي نوت ايكوال 1. اللي يحصل في الحاله دي بيبقى ده بالنسبه لنا اسمه جيومتريك سيكونس. تمام؟ وزي اي سيكونس في الدنيا اقدر اجيب له رول. يعني تعالوا ناخد اكزامبل نمبر 1. انا عندي رول بتاعه سيكونس تي ان ايكوال 2 ملتبلاي 5 باور ان ماينس 1. هنا بيقول لي اذا قول لي اذا كان ده كان جيومتريك سيكونس اور نوت. طيب هنعمل ايه عشان نعرف اذا كان جيومتريك سيكونس او نوت؟ اول حاجه هنعملها هنجيب تي 1 زي ما اتفقنا، هو اي سيكونس في الدنيا اذا فانكشن ان زد بوزيتيف، واول نمبر عندنا في الزد بوزيتيف هو 1. طيب ليه؟ لانه انا ما فيش عندي ترم اسمه ترم نمبر 0، ببتدي دايما من ترم اسمه ترم نمبر 1. يبقى ذا فيرست ترم هنا اقدر اجيبه ان انا هشيل الان واحط مكانها 1، فهتبقى 2 تايمز 5 باور 0 اللي هي 2، يبقى الفيرست ترم 2. طيب السكند تيرم 2 تايمز 5 باور 2 ماينس 1 اللي هو هيبقى بكام؟ 2 تايمز 5 هيبقى ب 10. جميل. طيب اللي بعده تي 3 ها تي 3 ايكوال 2 تايمز 5 باور 3 ماينس 1 اللي هو 2 تايمز 5 باور 2 اللي هو هيديني 50. هو هنا بيقول لي قول لي اذا كان ده جيومتريك سيكونس اور نوت. طيب انا هعرف منين؟ هعمل كل ترم ديفايدد اللي قبله. طيب جميل، يعني 10 ديفايدد 2 اداني 5. طيب ها 50 ديفايدد 10 اداني 5. سو يعني تي ان بلس 1 اوفر تي ان ادانا كونستانت، والكونستانت نوت ايكوال 1. تمام. من هنا يبقى السيكونس ده اسمه، يبقى therefore TN بتاعي السيكونس ده is geometric sequence. طيب من هنا فهمنا نفرق ازاي بين الجيومتريك سيكونس وبين الايه؟ الارثماتيك سيكونس. طيب زي العادة عندي حاجة اسمها 10th term او general term of geometric sequence. ايه الجنرال تيرم ده؟ قال لي ده الترم او الرول اللي بعوض فيها على طول تديني اي
geometric sequence. يعني ايه برضو؟ قال لي tn equal a times r power n minus 1. المفروض ان دي الرول الاساسيه بتاعت اي geometric sequence. So if he said to me, if he told me that it's a geometric sequence, so it must be يعني ماشي مع الرول بتاعتي دي اللي هي ايه. اول ما يقول لي geometric sequence على طول احط الرول دي. طيب الرول دي اللي هي ايه؟ tn equal a r n power n minus 1. مين الناس اللي عندي دي؟ tn ده any term in the sequence. تمام؟ طيب وال a the first term in a sequence. السيكونس بتاعي ده الفيرست تيرم بتاعه. طيب وال r ده بسميها الكومن ريشيو. بسميها الكومن ايه؟ ريشيو. So from this rule we can deduce that ان انا عندي السيكونس هيبقى first term a. طبعا any geometric sequence الترم اللي بعده a r. ليه؟ لان انا كل مره هعمل times الريشيو بتاعتي اللي هي r. طيب يبقى اللي بعده هيبقى ايه؟ سوري، منطقي جدا ان الترم الثالث هيبقى a r power 2، اللي بعده هيبقى a r power 3 and so on. طب لو عايز اجيب last term، قال لي last term لو l يبقى اللي قبله هيبقى l over r. طب اللي قبله هيبقى L over R square. يبقى لو بجيب from the end to the first term أو to the beginning بعمل divided R. لو بعمل من first term لل ending بعمل multiply R. تمام كده؟ So خلينا نفتكر دايما إن أنا لما بعوز أجيب R بعمل second divided الفيرست او اللي بعد كده ملتبلاي اللي قبله. كل ترم سوري كل ترم ديفايدد اللي قبله. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف كده ايه فيرست اكزامبل. ناخد اكزامبل سهل كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بيقول لي فايند تي 6 اند تي 10 فروم ذا جيومتريك سيكونس. سو هو قال لي انه جيومتريك، حتى لو ما قاليش انا اقدر اعرف اذا كان جيومتريك ولا لا، اللي هو 6 12 24 and so on. جميل. اول حاجه هنعملها هنجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها. هي الرول بتاعتي او الجنرال فورم بتاعتي او التينث تيرم بتاعي شكله ايه؟ قال لي تي ان ايكوال اي ار باور ان ماينس 1. طيب يعني انا دلوقتي عشان اجيب اي تيرم محتاجه حاجتين اتنين، محتاجه ال A ومحتاجه ال R. تمام. ال A بتاعتي بكام؟ ب 6. طب وال R ب 12 divided 6 اللي هي equals 2. So انا دلوقتي عندي ال A وعندي ال R، اقدر اجيب اي ترم هو عايزه. هو عايز the sixth term. ال sixth term معناها ان ال N كمان ب 6. ب 6. طيب so انا هكتب الرول بتاعتي اللي هي A R power 6 minus 1. ما هو انا عايز الترم رقم 6 يبقى ال n بتاعتي ب 6. طيب ال a بتاعتي ب 6 هي كمان تايمز ال r بتاعتي ب 2 باور 5. يعني كاني بقول 6 ملتبلاي 32 وده it will be 192. تمام. طيب عايز ايه بعد كده؟ عايز t 10. so ال n عندي ب 10 يعني هتبقى a r power 9. يعني على طول بنقص واحد من الباور. الباور n minus 1 يعني لو عايزه 10 هتبقى n minus 1 r power n minus 1 يعني r power 9. عايزه t 100 so it will be a r power 99 and so on. طيب ال a عندي ب 6 r equal 2 and power 9 and put it in calculator directly it will be 3072. طيب let's go to another example. بيقول لي if the value of a term from geometric sequence 27, 9, 3 and so on is 1 over 243, find the
order of this term. Let's see. In the beginning, we must know that حتى الجيومتريك سيكونس في منه increasing في منه decreasing. So امتى يبقى increasing وامتى يبقى decreasing؟ خلينا نركز كده. بيبقى increasing لو كانت ال r بتاعتي greater than 1. طيب وامتى يبقى decreasing؟ لما تكون ال r equal number less than 1 زي ما حصل هنا. هنا لما اجي اجيب ال a زي ما اتفقنا في any sequence أي مسألة على السيكونس أول حاجة أجيب الفيرست تيرم الريشيو وبعد كده أشوف أنا عايزة إيه. الـ A بتاعتي بـ 27 طيب الـ R بتاعتي equal what؟ 9 over 27 و never forget that the second term over the first term مش العكس لأن ده common mistake. فده هيدينا كام؟ divided 3 فوق هتبقى 3 over 9 هتبقى 1 over 3 هتبقى الريشيو بتاعتي 1 over 3 الريشيو بتاعتي هتبقى ايه؟ 1 over 3 so it's less than 1 because of that it will be sorry the sequence will be decreasing not increasing so now we can substitute in our rule. طيب الاول احنا لازم نعرف زي ما اتفقنا دايما لما نقرا اي مساله لازم نبقى عارفين هو عايز ايه. طيب هو ايه المطلوب هنا؟ هو بيقول لي عايز the order of this term. طيب الاوردر معناه ايه؟ ان يعني هو دلوقتي بيسالني الان بتاعه الترم اللي الفاليو بتاعته 1 over 243 equal what؟ ده الترم رقم كام في السيكونس؟ طيب تعالوا نشوف ها الرول بتاعتي تي ان equal a by r باور n minus 1 هو بيقول لي تي ان بتاعي equal 1 over 243 دي الفاليو وزي ما اتفقنا برضو قبل كده نفرق بين الفاليو وبين الاوردر. هنا هو مديني الفاليو وهي نيد تو نو او هي نيد فروم مي تو ديديوس ذا اوردر اوف ذيس تيرم. سو انا عايزه الان الان هي اللي مش موجوده لكن الفاليو بتاعت التيرم موجوده. طيب الاي بتاعتي احنا لسه قايلين انها بكام دلوقتي؟ الاي بتاعتي ب 27 سو ات ويل بي 27 ملتبلاي الار بتاعتي ب 1 اوفر 3 والباور بتاعتي n minus 1 وانا مش عارفه الان انا المفروض ان انا هجيب الان. طيب جميل ها تعالوا نكمل هودي 27 الناحيه الثانيه بالايه multiply so it will be divided او بمعنى اصح اعمل multiply multiplicative inverse بتاع 27 يعني هقول ان 1 over 3 power n minus 1 equal الكلام ده divided 27 طيب اللي هو هيدينا كام 1 over 6561 تمام لحد كده. طيب هنا يودينا بقى للقصه بتاعت solving exponential equation ها كنا بنحلها ازاي؟ كنا عندنا رول بتقول لي اذا كانت البيز قد البيز يبقى الباور ايكوال الباور. تاني كان بيقول لي انه احنا لو خلينا البيز قد البيز هتبقى الباور ايكوال الباور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايزه البار ده يبقى ايكوال 1 اوفر 3 باور اي نمبر 1 اوفر 3 باور ان ماينس 1 ايكوال 1 اوفر 3. طب هعملها ازاي دي يا ميس؟ كنا بنعملها بان احنا بنجرب على الكالكليتر ونشوف 1 اوفر 3 باور كام يدينا ذا سيم نمبر از اللي فوق هنلاقيها 1 اوفر 8. طبعا عندنا انذر واي وهقولها كمان شويه. معنى كده ان 1 over 3 طالما 1 over 3 power n minus 1 equal 1 over 3 power 8 so معنى كده ان n minus 1 equals 8 فتبقى ال n بكام؟ ب 9. في طريقه ثانيه هقولها واللي ما يفهمهاش كانه ما سمعهاش. ايه هي الطريقه الثانيه؟ المفروض ان احنا خدنا اللوج الترم اللي فات وخدناه عشان نعمل الحاجات دي بقى. لما يكون عندي exponential exponential equation زي اللي احنا شايفينها دي انا هبتدي من الاول سوري انا كان الناحيه دي عندي 1 over 6561 انا دلوقتي عندي exponential equation وعايزه اعرف الاكسبوننت اللي فوق او الباور اللي فوق دي بكام. المفروض ان احنا خدنا اللوج فانا لو خدت لوج الطرفين يعني هاخد لوج 1 over 3 باور n minus 1 ولوج
1 over 6561 هيطلع لي على طول الانسر بتاعتي، لان اللوج هيخلي انه minus 1 تنزل هنا، وهتبقى هنا log 1 over 3 equal log of 1 over 6561. So n minus 1 بتاعتي هتبقى equal log 1 over 6561 divided log 1 over 3. هحطها على الكالكليتر هتطلع n minus 1 equals 8 برضو، فالn equal 9. هي مش أصعب على فكرة، هي أسهل وأون كالكليتر سهلة، الطريقة اللي تريحك حل بيها. المهم إن أنا في الآخر عايز أعرف الn فين. طيب الإكزامبل اللي بعد كده إكزامبل نمبر 4 بيقول لي the third term in geometric sequence equals 12 and the eighth term في نفس السيكونس equals 384. Find the sequence. وتعالوا برضو نراجع شوية حاجات كده. اتفقنا من واحنا بناخد الارثماتيك سيكونس انه اول ما يقول لي find the sequence انا فهمت على طول انه هو عايز مين ومين. انا عشان to find the sequence محتاجة حاجتين، ال A and R. Because if I have A and R I can make the sequence and complete the sequence to infinity لأي number هو عايزه. اي نمبر اوف تيرمز عايزه لو عندي الاي والار اقدر اجيبه عن طريق الجنرال فورم، عن طريق المنتالي وات ايفر. المهم ان انا لو عرفت الاي والار اقدر اجيب اي سيكونس. سو هنا بيقول لي ان انا عندي الثيرد تيرم ايكوال 12، يعني معنى كده ان تي 3 ايكوال 12 زي ما احنا متفقين. بنحط الداتا بتاعتنا كلها وبعدين بعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب والتي 8 بتاعتنا او الايث تيرم ايكوال 384. step by step كده مبدئيا متفقين ان انا عندي general form او general rule او general term. ايه هو general term؟ ان tn equal ar power n minus 1. طيب يلا ها انا عندي الn وما عنديش الa والr. so I will make my equation first. ايه الequation بتاعتي؟ t3 يعني الn ب3. طيب معنى كده ان 12 أو T3 equal AR power 2. قلنا على طول ننزل من الباور 1. ليه بننزل 1؟ عشان T3 يعني الـ N بـ 3 N-1 equal N-1 equal 2. So my term will be AR power 2. الكلام ده equal كام؟ equal 12. ودي الـ first equation عندي. طيب الـ second one will be what؟ T8. T8 يعني إيه؟ T8 يعني AR power 7. AR power 7 equal 384. طيب ادي second equation. طيب جميل. انا دلوقتي الحقيقة الequations دي مش هقدر زي ما كنت بعمل في الarithmetic sequence احلها بالcalculator، لازم احلها بنفسي. طب انا احلها بنفسي ازاي؟ هناك كنا بنعمل بلس وماينس ونعمل بالاوماتنج ونطلع واحد فيهم وبعدين نرجع نعمل سبستيتيوت ونطلع التاني. هنا مش هقدر اعمل الكلام ده. هنا دايما بدور على الديفايدد، دايما بدور على الديفايدد. يبقى الجيومتريك سيكونس بشوف مين اقدر اعمله ديفايدد، مين يطلع لي انسر او اومات وان اوف ذا انونز. طب هنا نقدر اومات وان اوف ذا تو انونز ازاي؟ لو عملت ايكويشن divided equation 1 هقدر أماثل A. يعني A power R power 7 عندي equal 384. هعمل الإكواجن دي divided A power R power 2 اللي هي equation number 1 over 12. طب ليه اخترت كده؟ اخترت كده عشان تبقى الباور بتاعت الR positive مش negative. طب يا ميس لو عملت العكس no problem، هتطلع الباور بالنيجاتيف وهشقلب الفراكشن اللي الناحية التانية no problem.
هعمل اي واحده ديفايدد الثانيه، بس انا دايما بدور على الحاجه الموست ايزير او الموست بوبولار بالنسبه لي. طيب هنا الايه اوميتد، اوميتد او كانسلد ويز الايه اللي تحت، لاني بعمل ديفايدد ايه ديفايدد ايه ايكوالز 1 نوت 0، ايه ديفايدد ايه ايكوالز 1، سو 1 ملتبلاي اي حاجه بنفس الحاجه عشان ده الايدنتي بتاعي. r باور 7 ديفايدد r باور 2 يعني r باور 5، r باور 5 ايكوال وات؟ r باور 5 ايكوال 384 ديفايدد 12 اللي هي 32. طيب انا من غير ما اعمل لوج ولا اي حاجه عارف طبعا هنا دي برضو equation، لو انا عايز اجيب ال r لازم اخلي ال power at ال power. So I will deduce what the number if I put I put it power 5 the value will be 32. وبرضه اقدر استخدم اللوج في الحاله دي، بس انا هنا هعملها mentally اسهل لي، لان احنا كلنا عارفين ان 2 باور 5 يدينا 32. طيب ولو احنا مش عارفين نجرب على الكالكوليتر، اعمل 2 باور 5 3 باور 5 4 باور 5 and so on لغايه ما توصل للفاليو اللي انت عايزها، وانت هنا هتوصل لها من اول 2 باور 5. سو طالما ال 5 ايكوال ال 5 يعني الباور قد الباور، يبقى لازم البيز قد البيز، يبقى انا كده قدرت اديديوت ذات الار بتاعتي او الريشيو بتاعتي او الكومن ريشيو بتاعتي ايكوالز 2. جميل. طب ما انا اقدر اسبستيتيوت في اي واحد فيهم واجيب ايه الانون الثاني اللي هو الايه. طيب يعني انا لو عندي مثلا هسبستيتيوت في الفيرست وان ايه ار باور 2 ايكوالز 12 صح كده، دي الايكويجن بتاعتي، يعني هشيل الار واحط 2 هتبقى 4a، تاني هشيل الار واحط 2 اللي انا جبتها فهتبقى a تايمز 2 باور 2 ايكوال 12 فهتبقى 4a ايكوال 12. طيب سو تبقى ال a بكام؟ ب 3، هودي طبعا ال 4 بالديفايد، بقى عندي ال a وعندي ال r، اقدر اجيب ايه؟ السيكونس بتاعي اللي هو 3 ملتبلاي 2 هيبقى 6 ملتبلاي 2 هيبقى 12 and so on to infinity، اي نمبر of terms اقدر اجيب. طيب example number مش فاكره واللي كان بيفكرني مش موجود. طيب تعالوا ناخد remarks الاول قبل ال example. remarks بتاعتي حاجه تخص ال factorization، خدناها زمان وعارفينها كويس بس هنفتكر. اول حاجه ان 1 minus r power 2 equal ها the difference of two squares زي ما احنا فاكرين هيبقى equal 2 brackets 1 plus 1 minus وهيبقى 1 minus r 1 plus r square root الاولاني minus square root الثاني مره و square root الاولاني plus square root الثاني مره. الحاجات دي هتفرق معايا في ايه؟ وانا بسولف الايكويجنز لانه هقابل من النوع ده كتير في الديفايدد، هقابل مشاكل كتير في السولفنج ايكويجنز لانها مش بتتعمل على الكالكليتر فمضطر ان انا اعملها مانتلي. طيب نمبر 2 1 minus r power 3، طيب ده برضو ليها فاكتورايزيشن كلنا حافظينه زمان، براكت صغير وبراكت كبير ها زيها عكسها دايما بلس square cubic root the first one is 1 cubic root الثاني is r وبعدين 1 by 1 ب 1 r by r ب r square r by 1 ب r. ده الفاكتورايزيشن بتاع 1 minus r power 3 و 1 plus r power 3 الاثنين بنفس الطريقه بس بغير الساينز بس. طيب نمبر 3 1 plus r square plus r power 4، علشان اعمل ده بضطر اعمل completing perfect square. يعني ايه completing perfect square؟ واحدة واحدة كده. ده دلوقتي عشان يبقى perfect square لازم الميدل تيرم يكون ايه فاكرين؟ لازم الميدل تيرم يكون equal positive or negative 2 times root the first term multiply root the third term. خدناه ده في second prep. طيب يعني بس انا لو طبقت ده على اللي فوق الميدل بتاعي لازم يكون positive or negative 2r square sorry yes r square 2r square، وانا الحقيقة الميدل مش 2r square الميدل بتاعي r square بس.
So, عشان اقدر اعمل factorize للترم اللي عندي ده او للاكسبريشن اللي عندي ده لازم يكون 1 minus sorry 1 plus 2r square plus r power 4. طب ما انا كده غيرت الاكسبريشن بتاعي، كانت r square واحده خليتهم 2r squares. So I can take it بالماينس من بره. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي لو عملت ده simplify هيديني نفس اللي كان فوق. المهم ان انا ما غيرش ال value, never ever change the value of the expression. So by this way I will not change the value of the expression. All that I made ان ايه؟ خليت ال middle term زي ما انا عايز عشان اقدر اعمل له factorization. وشلت تاني اللي حطيته بالنيجاتيف. لما لو عملنا ده لو عملنا له سامبليفاي هيطلع لي نفس الاكسبريشن اللي فوق. سو انا ما غيرتش حاجه. طيب هقول ايه بقى؟ يلا ها ده بيرفكت سكوير 1 بلس ار سكوير. لو فكيت حضرتك ده هيديك اللي فوق ماينس ار باور 2. اه بس كده هو نوت فاكتورايزد برضو كومبليتلي. احنا عملنا فاكتورايزيشن يعني لجزء منه بارت منه بس بارتيشال factorization. So how can I make it completely factorized? ان انا اعمل هنا difference of two squares. هنا عندي bracket power 2 minus r power 2. اقدر بكل بساطة دول difference of two squares اعملهم two brackets. واحد plus واحد minus ال square root بتاع الاولاني وال square root بتاع التاني. square root الاولاني هيبقى ايه؟ هيبقى 1 plus r square. طب وبتاع التاني هيبقى r. وهم هم هنا طبعا. طبعا لو عملت دول ملتبلاي بعض هيديني الاكسبريشن اللي في الاصل فوق. وده كده بقينا عاملينه فول فاكتورايزد. جميل كده. طيب يبقى معنى كده من كل الكلام الكتير ده الرول نمبر 3 او الريمارك نمبر 3 اللي لازم حضرتك تبقى عارفها انها 1 بلس ار سكوير بلس ار باور 4 ايكوالز 1 minus r plus r square و 1 plus r plus r square. تمام؟ عايز تحفظها اوكي. انا شرحت لك هي جت منين عشان تبقى عارف. طيب تعالوا بقى نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. اكزامبل نمبر I think it's 6. I think. بيقول لي the sum of first and second terms of geometric sequence is 72 and the sum of third and fourth terms is 8. Find the sequence. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يلا واحدة واحدة. اتفقنا ان هو طالما قال لي find the sequence يبقى انا عايزة ال A وال R. تعالوا ايه نشوف الداتا اللي هو اداها لنا. قال لي sum بتاع ال first و second terms هيبقوا 72. يعني T1 plus T2 equal 72. Sorry, equals 72. تمام. طيب تعالوا من عن طريق الإيكويجن دي we deduce what. تعالوا نعمل substitute كده في general form ونشوف في general term بتاعنا. الgeneral term بيقول لي إن Tn equal a r power n minus 1. معنى كده إن T1 بكام؟ T1 بA. أنا دلوقتي بشتغل في اللي فوق بعمل substitution. طيب و T2 بAR. ليه AR؟ AR power 2 minus 1 يعني AR power 1 اللي هي AR. كل ده equal 72. الـ equations دي كل الـ geometric terms لو عندي حاجة أقدر أعمل لها factorization أعملها وأنا ماشي بالمرة. هنا عندي factorization by identifying HCF والـ HCF هنا عندي A. فهاخد A has common factor divided هيبقى A divided A ب1 AR divided A بR. ودي the first equation والحقيقة مش هقدر أعمل حاجة تانية.
ده اخر حاجة ممكن اوصل لها هنا. تمام. طيب المعلومة التانية اللي اداها لي عشان اقدر عن طريقها اجيب السيكونس، انه الثيرد تيرم السم بتاع الثيرد والفورث ايكوالز 8. طيب يعني تي 3 بلس تي 4 هيديني 8. جميل. تي 3 اللي هو ايه؟ اي ار باور 2. وتاني جبتها منين؟ بعمل سبستيتيوت الجنرال رول بتاعتي او الجنرال فورم بتاعتي، اي ار باور ان ماينس 1، والان عندي ب 3، ان ماينس 1 يعني 3 ماينس 1 يعني باور 2. طيب معنى كده ان اي ان تي 4 ايكوال اي ار باور 3. وزي ما اتفقنا اي نوع من انواع الفاكتورايزيشن اقدر اعمله اعمله بالمره. هنا برضو عندي فاكتورايزيشن باي ايدنتيفاينج اتش سي اف اللي هو اي ار باور 2، هنفتح براكت ديفايدد هيبقى 1 بلس، واللي ما بيعرفش ياخد اتش سي اف زي ما كنا بنقول لكم زمان خد الاتش سي اف بره وافتح براكت واكتب اللي ما اتكتبش او اكتب الباقي. هنا انا خدت اي ار كلها ومفيش حاجه باقيه فهحط مكانها 1. هنا خدت اي ار باور 2 اتفضل لي واحده ار حطيتها والبلس ما كتبتهاش حطيتها برضه. يبقى دي ايكويجن نمبر 2. حلو كده؟ طيب اتفقنا لسه متفقين حالا. الطريقه اللي بحل بيها اي 2 ايكويجنز في الجيومتريك سيكونس هي الديفايدد. فانا هنا هعمل ايكويجن نمبر 1 نمبر 2 ديفايدد equation number 1 اللي هو هيبقى ازاي يعني؟ هيبقى ar power 2 multiply 1 plus r، واحنا طبعا عارفين ان ده equal 8 divided الاولانيه اللي هي كانت a multiply 1 plus r وكان تحت equal، ها كانت equal كام؟ 72. يلا تمام كده. هنا انا هقدر اومات كذا حاجه مع بعضها او هقدر اعمل reducing للفراكشن ده لحاجات كتير. ايه الحاجات اللي هكنسلها مع بعضها؟ الايه هتروح مع الايه، البراكت ده كله هيروح مع البراكت ده كله. وليتس نوت ذات ما ينفعش اشيل حاجه من جوه البراكت مع حاجه من جوه البراكت تحت. البراكت لو ذا سيم بشيله كله على بعضه، لان احنا بنعمل سمبليفاي في المالتبلاي بس، لو في بلس او ماينس ما بقدرش اعمل مالتبلاي فوق مع تحت، ده ديفيجن. اوكي طيب من هنا هيبقى عندي ار باور 2 ايكوال 1 over 9. وقلنا بقى عند النقطة دي يا إما بشتغل باللوج يا إما بشتغل مانتلي. إيه الحاجة اللي باور 2 تدينا 1 over 9؟ R باور 2 equal 1 over 3 باور 2، سهلة خالص أهي. فهتبقى الـ R equal 1 over 3. يبقى أنا دلوقتي قدرت أديديوس مين؟ الـ R. ناقص لي مين ما جبتوش؟ الـ A. هعوض في اي equation او substitute in any equation from the previous so I can. sorry انا عملت حاجه غلط، انا نسيت حاجه، نسيت another term هي positive or negative. طبعا ليه يا ولاد positive or negative؟ ليه positive or negative 1 over 3؟ لان احنا عارفين ان طالما الباور عندي even لازم احط positive or negative، لاني كده معناها ان انا خدت root the two part. يعني انا كاني اخدت روت الفيرست تيرم سوري الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد. سو ار ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 1 اوفر 3، مش 1 اوفر 3 انا كنت هنسى. طيب سو انا عندي كام فاليو للار؟ عندي 2 فاليوز للار، ومن هنا يبقى لازم هيطلع عندي 2 فاليوز للاي. طب هعوض في اني ايكويشن اني اوف ذم، اي واحده فيهم يعني ممكن اعوض هنا الاسهل لي. هعوض هعمل ايه؟ هشيل ال r واحط 1 over 3، هتبقى a multiply 1 plus 1 over 3 equal 72، وهكمل للاخر هتطلع ال a equal 54. طيب عندي انا وهيبقى في الحاله دي السيكونس بتاعي 54 ها 18 6 and so on. طيب لو عوضت ده هنا if r equal 1 over 3، طب لو ال r عوضت بيها ب negative 1 over 3 هتبقى a multiply 1 minus 1 over 3 equal 72 برضو. وهشتغل برضو في البارت ده بس بعد تغيير ال r، بدل ما كانت positive بقت negative، فهتبقى ال a بتاعتي equal
108 وهيبقى السيكونس بتاعي 108 negative 36 12 and so on. تمام كده؟ So خلينا let's remember that لو عندي حاجة الباور بتاعتها even يعني 2 أو 4 أو 6 and so on I must make the answer positive or negative لأن 1 over 3 power 2 equal 1 over 9 و negative 1 over 3 power 2 equal 1 over 9 هي كمان. طيب another one example number 7 أعتقد I think so يعني عمر اللي بيصلح لي بقى أو أربعة. A geometric sequence in which a geometric sequence in which the sum of its fifth term and twice its sixth term equals 10 times its fourth term. And its third term equals 40. Find the sequence. طبعا الاكزامبل ده الارت يمتنعون. الارت يمتنعون ده للساينس بس لان الارت هنقعد نشرحه 3 سنين ويعني ملوش لازمة بالنسبة لهم خالص. فخلينا في الساينس بس. بيقول لي ذا سام تعالوا نقراها ايه ستيب باي ستيب كده ونطلع من كل حاجة equation نقدر نتعامل معاه. The sum of its fifth term يبقى هو بيكلمني عن T5 السم بتاع T5 and twice its sixth term twice يعني by 2 يعني plus 2 sixth term equal 10 times ال fourth term. خلاص كده أنا قدرت أخلي الكلام الكتير ده او الورد بروبلم دي احولها لايكويجن واحده. تاني هقول تاني هو بيقول لي ذا فيفث تيرم السم بتاع الفيفث تيرم اند توايس ذا سيكث تيرم ايكوالز 10 تايمز اتس فورث تيرم يعني تي 5 بلس توايس يعني باي 2 2 من السيكث تيرم ايكوال 10 تايمز التي 4. جميل كده يلا نفك واحد 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 بالراحه. T5 يعني AR power 4 plus 2 multiply AR power 5 equal 10 multiply AR power 3. تمام هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل factorization زي ما اتفقنا. factorization اللي اقدر اعمله هعمله. هعمل ايه هنا؟ عندي في ال right hand في ال left hand side عندي highest common factor اللي هو مين؟ AR power 4. ها اكتب اللي ما كتبتوش او اعمل division زي ما تفهم بقى. ده divide ده equal 2R. جميل. وهنا هسيبه زي ما هو اهو. وبعدين ممكن اعمل divided A. ممكن اعمل divided A. هعمل divided A للطرفين. هيبقى A power sorry r power 4 1 plus 2 r. طب انا ما كنتش بقى عملت highest common factor كانت بقت اسهل. يلا equal 10 r power 3 هعمل الطرفين divided r power 3 هتبقى r multiply 1 plus 2 r equals 10. ها هفك مضطر افك البراكت بقى هيبقى 2 r square plus r minus 10 equal 0. طب انا ليه اضطريت افك البراكت وليه جبت
التان الناحية التانية عشان دي equation, quadratic equation, quadratic equation يعني equation from the second degree. I can solve it, never ever I can solve it if I didn't make the right hand side equal zero. So to solve any quadratic equation, I must make the right hand side equal zero. So I deduce the answer of the bracket, r multiply 1 by r, r multiply 2r equal 2r square, and get 10 in the left hand side to make the right hand side equal zero. او ممكن اكون عملت minus 10 للطرفين, يعني عملت plus multiple sorry additive inverse to the to both sides. اوكي كده. طيب عشان اعمل ايه بقى عشان احلها, وهنا الحل بيبقى سهل بقى, بنحط على الكالكوليتر اللي هم مود 5 3 للليناسي هيدينا r minus 2 و 2r plus 5. حلو قوي. كل ده انا لسه شغاله في اول equation, لسه ما جيتش عند الثانيه خالص. كل ده بجيب ال r, هنا هتبقى ال r يا equal 2 يا ال r equal negative 5 over 2, يعني برضو عندي two sequences. طيب جميل, انا جبت ال r, معنى ان عندي 2r يبقى لازم هيبقى عندي 2a. طب هجيب ال a منين؟ انا عندي equation ناسياها خالص, اللي هي ايه الايكويشن دي؟ ان تي 3 equal 40, يعني ان a r power 2 equal 40. So I can substitute ال r مره ب 2 مره ب negative 5 over 2 to find ال a. طيب هجيب هنا a multiply 2 power 2 equal 40, فال a هتبقى ب 10, ومن هنا هيبقى السيكونس في الحاله دي 10 وعندي ال r ب 2, هيبقى اللي بعده 20 40. جبت منين انا الحاجات دي؟ بعمل multiply ال r every time. جميل. طيب ها, ولو ال r عندي مش ب 2, لو ال r عندي ب negative 5 over 2 هيبقى الكلام ده power 2 equal 40 برضو, فمن هنا هتبقى ال a equal 32 divided 5, وهيبقى السيكونس بتاعي 32 divided 5, اللي بعده 16, اللي بعده 40 and so on. وجبت برضو الكلام ده منين؟ عملت كل مرة multiply negative 5 over 2. وكده كفاية على الجزء ده. يلا good luck, واللي ما يفهمش حاجة يا حبايبي يسألني, انتوا عارفين تسألوني ازاي. Thank you very much.